أدوما 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 كيسلم الله بابريس وكيقول لهم أوف منكم. نهار كبير هذا وشرف أني يكون معكم. أدم أو أدوما هي ماشي مثيرة للجدل، هي شخصية عادية، يعني إنسان كيتصرف بعفوية سبونتاني، كيتصرف كيف ما بغى، ما كيكبحش المشاعر ديالو ولا التصرفات ديالو، يعني كيتصرف بكل أريحية مع كل شيء. حاول تكشف لنا علاش أدم أو أدوما دير جوج شخصيات ومتقمص جوج شخصيات. انا اسمي رشاد وهذا هو اسمي الحقيقي. رشاد هو واحد الانسان اللي مر واحد الكابوس مظلم، فجاه خرج الدوما وعطى فرصه في الحياه، يضحك يعبر على راسه كيف ما بغى، يتصرف كيف ما بغى وما كيهمو حتى واحد. واش الدوما كيبان ليه بلي اختار الشخصيه المناسبه باش يكسب؟ اسمح لي نقطعك، انا ما اخترتش والدوما ما اختارش، هادشي جا وليد الصدفه، ماشي انا بحثت على الشهره، ويمكن الشهره هي بغاتني. الجمهور كيبان لي ان الشخصيه اختاريتي باش متناقضه مع الشكل ديالك. انا ما اخترتش، باش نوضح لك، ما اخترتش انا شي حاجه. حنا في حياتنا ما كنختاروا حتى شي حاجه، كل شيء مقدر، كل شيء عنده واحد السبب لسبب ما، ويعني مكتب الله. وانا عجبني راسي كيف ما انا، ما كيهمنيش الانتقادات ديال الناس ولا اش كيقولوا، المهم انا عارف راسي شنو انا، شنو كندير، شنو كيبان لك بانه الشخصيه اللي كيقمص الدور ديالها ادم او الدوما انه واش نسبته هو كرجل عنده شنقول لك، الرجال كاملين فيهم واحد النسبه ديال الانوثه، كاين اللي كتبان فيه وكاين اللي لا، فحال اللي كاين مع النساء كاين فيهم تما النسبه ديال الرجوله، كاين كتلقى يعني ربي خلق وفرق والحياه للجميع. ادم كثيرة من طرف الجمهور، السبب ديالها هما الفيديوهات اللي كدير اللي كيخليو الجمهور ينتقد. يعني انا ما كنديهاش على الانتقاد ديال الناس، واخا الانتقادات كثيره بالحق، يعني ما كنديش انا على الانترنت وكنشوف الواقع. انا ملي كنخرج في الواقع كنلقى الناس كتحبني، كيبغوا يتصوروا معايا. انا كنتفاجئ من هذه رده الفعل، انه ما كنتوقعش ان الناس تجي تطلبني على صوره، وهذا يعني ما الانتقاد ديالهم وصلني لقدام، وبسبب الانتقادات ديالهم انا وصلت لهبه بريس ولا قنوات اخرين ولا البرامج اخرى. ادم مرتاح في هذه الازدواجيه تاع الشخصيه؟ ادم ولا رشاد ولا الدوما مرتاحين 100%، يعني مرتاحين وعجبهم راسهم وواثقين في الشخصيه ديالهم. الكلمه الاخيره اللي تقول للجمهور اللي كيحبك واللي كينتقدني؟ اللي كيحبني ولا اللي كينتقدني كنقول لهم بلي انا كنحبكم كاملين، وكنقول لكم اوف منكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.